أشهد أن لا إله إلا الله، وأما الإيمان بالملائكة فهو اعتقاد جازم بوجودهم، خلقهم من نور، وأكرم به من نور، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في صحيح مسلم: إنه ليدخل البيت المعمور في السماء السابعة كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. كم من الملائكة يدخل البيت المعمور منذ أن خلق الله السماوات والأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. وفي رواية: ولحثوتم على رؤوسكم التراب. الإيمان بهم يجعل المؤمن يستحي من معصية الله لعلمه أن الملائكة معه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تحصي عليه أعماله بسجلات محكمة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة.